انا بدات سنه 2011 كبروفيشنال بيت بوكس، بس كنت بتمرن قبلها بسنه، يعني سنه تمرين، وبعد كده بقى نزلت الحفلات يعني من سنه 2011 كبروفيشنال بيت بوكس لوحدي، وبعد كده اسست باند اسمه هيب هوب بروجكت، مشروع هيب هوب ده كان يعني كومبينيشن ما بين الناس اللي بتغني راب والناس اللي بتغني شرقي مع الالات الموسيقيه مع البيت بوكس، فكونا حاجه اسمها مشروع هيب هوب بس. وفضلت معاهم فتره، وكنت بعمل فيتشرنج مع اسفلت وسوني رحاله وزاب ساره ورامي عصام كل الناس اللي في الاندر جراوند، بس انفصلت عن هيب هوب بروجكت من فتره قريبه يعني. وانا دلوقتي ماشي في الكارير بتاعي لوحدي بس يعني. هو انا وانا صغير كنت عندي موهبه اللي هو بحب اقلد الاصوات، وكنت بتفرج على كارتونز وبحب اجيب الاصوات بتاعتها يعني. ولما كبرت بقى سنه 2010 يعني اكتشفت ان في حاجه اسمها بيت بوكسنج، فاتفرجت على فيديوز كتير واتفرجت على فيديوهات موجوده ولقيت ان الموضوع شدني، وانا بحب اصلا ان انا بحب المزيكا، فلقيت حاجه تجمع ما بين المزيكا والموهبه اللي عندي من وانا صغير ان انا بقلد الحاجات، فدخلت فيها واتمرنت عليها جدا، دخلت فيديوهات على الانترنت اتمرنت اكتر وعرفت الموضوع يعني. عملت اغنيه بتاعت محمد حماقي اسمها نفسي ابقى جنبه، عملت فكرت ان انا اجيب المزيكا كلها بتاعتها واعملها بالبق من غير استخدام اي اله موسيقيه، وخليت داليا عمر دي كانت معايا في الباند ومعايا برضو في البروجكت اللي جاي تغني على الاغنيه دي، وفعلا عملنا كفر لاغنيه محمد حماقي نفسي ابقى جنبه، وهي حاجه شبه علاء وردي يعني، هي ستايل نفس الستايل بتاع علاء وردي، فعملنا كده جدا يعني ودخلنا وعملنا الاغنيه. بس بالنسبه للبيت بوكس، هو يعني هو بيت بوكس مش معروف قوي في المجال يعني، بس في المجال العام يعني، لكن في المجال الموسيقى في ناس شويه عارفاه وشويه لا، بس هو يعني كحاجه موجوده يعني. انا بقى الثقافه بتاعتي او انا كحاتم عايز انشر الثقافه بتاعت البيت بوكس دي، ان الناس تقتنع بيها والناس تبدا تعمل المزيكا دي بشكل بروفيشنال يعني. انا فكرت بدل ما انا لقيت ان في ان انا قادر اعمل اغنيه كلها معموله من اولها لاخرها بالبق، ولقيت ان التجربه بتاعت البق دي مش يعني ان انا اعمل اغنيه كلها بالبق مش موجوده ولا في مصر ولا في الوطن العربي ولا الشرق الاوسط يعني. انا عملت سيرش وعملت بحث كتير جدا عن الموضوع ده، واكتشفت ان مفيش البوم كامل مخصوص للموضوع ده. فكرت ان انا كشخص مصري وبعمل بيت بوكس كبروفيشنال يعني، ان انا اعمل اول البوم في المنطقه العربيه يعني وفي مصر، يبقى كل المزيكا بتاعته معموله من اولها لاخرها بالبق، واجيب اشخاص يغنوا عليها. ونظريتي ان انا ممكن اثبت ان احنا ممكن نعمل اغنية كلها معمولة بالبق وناس تغني عليها عادي، ونحس ان هي زيها زي الاغنية العادية جدا، بس هو نوع فن مختلف يعني عن اللي حاصل. فهي دي الفكرة اللي الهمتني ان انا اعمل الالبوم. هو يعني في الحقيقة ان الالبوم كله اغاني اوريجينال يعني انا الاغاني اللي اتغنت في الالبوم كلها جديدة، ما اتغنتش قبل كده، تقريبا اغنية اغنيتين بس اتغنت قبل كده وانا قعدت احيائها بالشكل بتاع البيت بوكس يعني. المشاركين معايا في الالبوم وفي الحفلة هم اسفلت وزاب ثروت ورامي عصام وداليا عمر وعفريت وزجزاج وميرا امام ومين كمان مش عايز انسى حد، بس هو تقريبا هي دي الاسامي اللي انا قلتها. بس معايا بقى يعني هم دول اللي تقريبا معايا في الالبوم يعني. انا الحفله هي بمناسبه انطلاق اول البوم بيت بوكس في مصر، الحفله بالمناسبه دي ميعادها يوم 28 اغسطس او 28/8 دي ميعادها. المكان هيكون في ساقيه الصاوي الساعه 7 بالظبط، ده وقت الحفله. الحفله بخصوص وهيكون معايا كل الضيوف اللي غنوا معايا في الالبوم، ومعايا كمان ضيوف شرف اللي هم شادي الغيطاني ومروان حمدي ليفتي ام،
ومعايا ناس تانية بيرقصوا وبيغنوا معايا، اس 2 فري ستايلز، دول هيلعبوا كورة هيلعبوا كورة شو كده يعني، ومعايا بريك دانسر اسمهم بلاك اند وايت، ومعايا كين شو ده حد بيرقص برضو، دول الموجودين بالنسبة للحفلة يعني. فكرة يعني فكرة دي برضو جت على دماغي، وانا ان شاء الله بإذن الله لو الحفلة دي نجحت هنفذها يعني ان شاء الله، ان انا اعمل تور في المحافظات بالالبوم بتاعي علشان انشر الثقافه في مصر الاول، ان انا انشر ثقافه البيت بوكسنج وانشر فكرتي فكره الالبوم. فممكن ان انا الف في المحافظات بالسي دي واعمل حفله وابين للناس ثقافه البيت بوكس والاندر جراوند عموما والغنى ده يعني. لا انا حابب بس ان انا يعني اشكر وشوشه جدا على الانترفيو الجميل، وميرسي الهند والتصوير. تاني حاجة عايز اشكر كل الناس اللي شاركت معايا في الالبوم، وان هم ساهموا يخشوا في فكرة زي دي، وان احنا ان شاء الله الفكرة دي باذن الله تاخد حقها وتنتشر، لان انا تعبت فيها جدا. تيم ورك، انا معايا كرو بيشتغلوا معايا، سلمى ابو اليزيد، ومعايا اسماء جودة، ومعايا محمد جودة، دول التيم ورك بتاعي. معايا طبعا الباند اللي طالعين معايا في الحفلة، في باند طالعين معايا في الحفلة يلعبوا مزيكا معايا، معايا عشري بيس جيتار، معايا عمر احمد ليد جيتار، معايا سانتانا اكوستيك جيتار، معايا بدر كمانجا وبروديوسنج للمزيكا، ومعايا مينا رسمي ده كيبورد. تابعوا اخبارنا الجديده واخبار اندر جراوند واخباري على وشوشه حاتم مصطفى.